اهلا اهلا، لو سمحت انا عايز منك توقف على الاكس. استاذ ما تاخذني يا حضره الزميل، انا ما جاي العب لا اكس ولا او. مساء الخير حضرات الزملاء الكرام. ايش اسمك؟ احترمي حالك. اذا حضرتك الملكه انا امبراطور الالعان، انا شادي الالعان، اسالي عن اعمالي. اذا بتريدي انا ما جاي على البرنامج كرمال الفنز، كرمال الناس تشوفني على التلفاز. لك بني بحاجه، لك انا الطرقات بتحكي عني، البسينات والكلاب بالشارع بيعرفوني، انا مش عايز حدا يعرفني. على كل حال انا جاي لعليكم مستوى البرنامج، برنامج عم بيروح، انا بدي اعليه، بدي اسمعكم الطرب الاصيل. شادي الالعان، انا من خرس البلبل وسكت الضفادع. طيب شادي، سمعنا اذا سمحت. والله عندي كلام الفته جديد ولحن ما حدا سامعه، هسمعكم بس لتعرفوا يعني عن شو عم بحكي، عن هالصوت الكرواني بس. تفضل. طبيب جراح، طبيب جراح، قلوب الناس اداويها. ياما جراح سهرة الليل اداريها. شادي، هيدي الاغنية لسلطان الطرب جورج وصوف. اذا بتريد شو كمان كانت تحاربوني على التلفاز؟ مين بيكون يعني جورج صوف؟ مين يعني؟ شو بيشتغل؟ بعلي اذا اخذها ياخذها، كل اعمالي انا انسرقت. وينك يا عبد الوهاب؟ وينك يا ام كلثوم؟ تشوف انا وين صرت؟ انا عبد الحليم بك اهو، حكيت في اللي انت خليفتي. يا عمي عندي معمل مغيت 40,000 عامل بدي اروح اشتغل بالفن، بس انا انضربت لاشتغل بالفن. طيب لو سمحت الحين سمعنا شيء ثاني. شو شفتيني بدي ارقص يعني؟ طولي بالك علي. طيب كلكم مستعجلين، لا تشوفوا الكروان شو بده يسكت العالم. شوف هلا المطربين حينتحروا. وصيدلي يا صيدلي يا صيدلي، اعطيني شي تحميلي تحميلي الي. راسي 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 ولع مثل النار، وصدري طبق كله من ريحة القلب. طبق عجل يا صيدلي. لو سمحت يعني خد العود بتاعك وربنا معاك، انت ما تنفعش خالص. لك واحد لك اخرج. انا شادي الالعان. طز، انت كتير سيء. طز والله ما راح اسمح لك تقولي لي طز، راح اسمح لك لانه انا سمعها قبل. ولو انا ينقل لي شادي الالعان طز. شادي، انا ما بوافق زملائي الراي وما بشوفها كتير سيء. أنا بشكرك، مش حضرتك الفنان الكبير المطرب العظيم حبيب القلب وائل كفوري. والله أنت لأنك ملك الإحساس، ملك الصوت، ملك الأداء، ملك الأغاني، مش هيك بتقدروا لشات الألحان. أنا بشكرك. أنا بشوفك سوبر إبر سيء. تفضل اطلع لبرا. يا عيب شو عرب هدول؟ هدول لا خصهم بالعرب ولا بنخوة العرب. ما تواخذوني. الحمام منين؟ من أي اتجاه؟ Thank you.